السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها الانقسام في محافظات الجمهورية وانعكاسه على العملية التعليمية هذا العام. في موسم العودة إلى المدارس يتجه ملايين التلاميذ إلى مدارسهم في محافظات الجمهورية في ظل وضع أكثر تعقيداً. يأتي هذا العام الدراسي واليمن منقسم إدارياً بين مناطق تحت إشراف السلطة الشرعية ومناطق أخرى تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية، وكذلك مناطق تحت سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي، الأمر الذي ينعكس بشكل أو بآخر على طبيعة الإدارة التربوية في محافظات الجمهورية. وأخطر من ذلك ما قد يجري من تحديث وتغيير وتبديل أو تشويه في المناهج التربوية وطرق التدريس في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. ووفقا للمسؤول الإعلامي بنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، فإن ميليشيا الحوثي تمارس ضغوطا على مدراء المدارس في المناطق التي تسيطر عليها لإلزام الطلبة بترديد ما يسمى قسم الولاية في طابور الصباح مع بدء العام الدراسي الجديد، وفضلا عن إلزامهم أيضا بترديد الصرخة الطائفية. وكشف اليناعي عن قيام الحوثيين بإجراء 234 تعديلا في المناهج الدراسية للمرحلتين الأساسية والثانوية في طبعة 2014 دون الرجوع للجنة المختصة بالمناهج، والتي علقت عملها ومنعتها أيضا من عقد اجتماعاتها والقيام بمهامها، واستبدلتها بلجنة أخرى من الأكاديميين الموالين لها. عطفا على ذلك وغيره من الوقائع، تبرز تساؤلات تتصل بانعكاسات هذا الواقع على طبيعة العملية التربوية. نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة. معنا عبر الأقمار الاصطناعية السيد عبد الرحمن المقطري، أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين فرع تعز، وسيكون معنا من الرياضة الدكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم، ومن الخرطوم الباحث التربوي الدكتور محمد ناصر مبارك. إذن نبدأ مع ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية السيد عبد الرحمن المقطري، أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين فرع تعز. سيد عبد الرحمن، أسعد الله مساك بكل خير. يعني فالوضع هناك كما قلنا يعني ليس بالشكل صحيح. نعم. ولذلك طبعا وزير التربيه والتعليم الدكتور عبد الله الملاس عمل على يعني انه كل محافظه بحسب ظروفها يعني تبدا الوضع الدراسي في مناطق او محافظات شرعيه. بالنسبه طبعا الوضع في صنعاء حتى الان لم تبدا الدراسه، بل لم يعني يعطوا نتائج المرحله الاساسيه ولم يكملوا التصحيح، وكذلك المرحلة الثانوية لم يعني تظهر نتائجها حتى الآن. طبعا يعني هناك كما ذكرت تقريركم أن هناك طبعا
يعني ملشنة المناهج أو تغيير مناهج على أساس طائفي، وهم طبعا الآن في طابور الصباح إلى جانب ترديد صرختهم المعروفة، يعني يعملوا أيضا يعني على قسم الولاء لسيدهم عبد الملك الحوثي. نعم. لكن سيد عبد الرحمن، سيد عبد الرحمن كونك أمين نقابة المعلمين اليمنيين فرع تعز، لو تحدثنا هنا قليلا عن تعز، يعني تعز أيضا نالت جزء من هذا الانقسام، ربما النصف الأول في مناطق تابعة للشرعية ونصف آخر تابع لمناطق تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، هل تأثرت المحافظة بشكل واضح في العملية التعليمية مع هذا الانقسام؟ الحقيقة يعني لم تتأثر المحافظة بالشكل الكبير، أقصد فيما يخص المناهج، لأنهم يحاولوا يفرضوا مناهجهم يعني حيث يعني يكون لديهم السطوة، لكن مع ذلك استطاعوا أنه يوقفوا بعض تدريس بعض يعني المواضيع الدراسية التي لا تتفق معهم، فرضوا طبعا هذا على الموجهين وعلى الإدارة التربوية، وبالتالي ندرس بعض المواضيع التي تؤصل للهوية اليمنية والثقافة الوطنية، وطبعا يحاولوا يعني أنه يعني يوجدوا بدائل لها بملازم ودورات وإلى آخره لتكون بديلة عنها، لكن يعني المواطنون في محافظة تعز طبعا لا يتقبلون مثل خزعبلاتهم. نعم. لكن يعني أفهم منك سيد عبد الرحمن بأنه يعني يعني هناك محاولات للميليشيا، ولكن الناس وإن كانوا خاضعين لسيطرتهم في الكثير من مديريات محافظة تعز، إلا أنهم يعني محافظين على المناهج الدراسية وقاوموا دخول هذه الأفكار التي تحاول الميليشيا إدخالها عبر المناهج. نعم نعم، أريد أن أقول أنه يعني أولا المديريات التي تقع تحت سيطرة يعني السلطة الشرعية محافظة تعز 17 مديرية تقريبا، يعني بعضها طبعا يعني تحت سيطرة السلطة بشكل كامل 100%، وبعضها بنسبة تتراوح يعني بين 70 و80 وأقل شوية. نعم. يعني وبالتالي يعني تقدر تقول هذه 17 محافظة تقريبا 17 مديرية عفوا يعني تحت إدارة السلطة الشرعية، هذا يعني فيما يخص. نعم. تبقى طبعا هناك مناطق فقط التي هي تحت سيطرتهم، وهم طبعا ليس من صالحهم أعتقد أنه يعني يحاولوا يفرضوا هذا الأمر بقوة على الأقل في هذه المرحلة، ولكنهم طبعا حاولوا يعملوا مراكز صيفية وحاولوا يعني يبثوا فيها سمومهم وأفكارهم. نعم. المعروفة في عملية تفخيخ العقول، يعني أخطر من عملية تفخيخ طبعا يعني اللي يقوم بها بالألغام وغيرها، لأنها طبعا لها آثار طبعا مستقبلية مدمرة كثيرة. نعم. طيب سيد عبد الرحمن، يعني لو تحدثنا عن تسيطر شمالا وجنوبا، بالتالي هنا يعني يفترض أن تكون هناك مسؤولية مضاعفة وجهد مضاعف من قبل الجهات المسؤولة التابعة للشرعية لمواجهة هذه الميليشيات التي يعني تعبث بكل شيء من ضمنها العملية التعليمية. هل تقوم السلطات التابعة للشرعية بدورها على أكمل وجه في هذا المجال برأيك؟ باعتقادي أن السلطة الشرعية هنا من خلال طبعا مكتب التربية وال يعني السلطة الشرعية بشكل عام، السلطة المحلية يعني تقوم بدورها على الوجه المطلوب، لكن أنا أقول هناك طبعا كما ذكرتم أنه يعني تعترض هذه يعني العملية بعض المشكلات. على سبيل المثال نتيجة الأوضاع الحاصلة الآن في المحافظة الجنوبية وفي عدن تحديدا، يعني لم يستطيعوا نقل يعني معظم الكتاب المدرسي، يعني هناك حوالي 15 دينا مفترض أن تنقل الكتاب المدرسي علشان يكون بداية العام الدراسي موجود لدى كل الطلاب، لكن حتى الآن يعني نقل تقريبا حوالي 3 ديانات، وتوفر الكتاب الدراسي تقريبا للصفوف الأولى من أول لرابع وإلى سادس إلى حد ما، لكن بقية الصفوف لم تصل بسبب
الأوضاع الأمنية وغيرها. وهذا يعني في جانب، في جوانب طبعا أخرى، جوانب مالية وغيره تتعلق مثلا بحق المصححين وما يتعلق ببقية مستلزمات العملية الاختبارية، الملاحظين والمراقبين وغيرها، يعني النواحي المالية يعني أقصد، لم تصل. هناك أشياء كثيرة طبعا بلا شك أنها يعني أصبحت معاقة، أو هناك إعاقات لبعض الأمور بسبب الأوضاع الحاصلة طبعا في المحافظة الجنوبية وتحديد في محافظة عدن. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد عبد الرحمن. سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمشاهدة هذا الاستطلاع حول وضع العملية التعليمية وتأثرها بالجانب السياسي والعسكري في محافظة الجوف، نشاهد سويا. الانقسام السياسي الموجود اليوم في البلاد له أثر سلبي كبير جدا على العملية التعليمية، والضحية هو الطالب في هذه البلاد، لأننا نرى مشروع وطني لديه مقررات ومناهجه الخاصة به، ومشاريع أخرى تحمل مناهج ومقررات أخرى. هذا سينتج لنا جيل مشوه متباين، لا يحمل نفس الأفكار، لا يحمل نفس الرؤى. جيل يحمل مشروع وطني وجيل آخر لا يحمل هذا المشروع الوطني. والمصيبة في هذا أن يكون من أبنائنا اليوم من يحمل في المستقبل هوية مرتهنة للخارج، هوية غير وطنية لا تحمل المشروع الوطني. ولذلك ينبغي على الإخوة القائمين على العملية التعليمية في البلاد أن ينظروا إلى هذه المسألة نظرة جادة. لابد من عمل وتدخل سريع لإنقاذ العملية التعليمية والتربوية اليوم في اليمن. مجموعة تبع الإنقلابية الحوثي، مجموعة تبع الإنقلابية مهدد، وأكبر مهدد للتعليم في اليمن هو تقسيم التعليم بين انفصالي، شرعية، حوثي. ما هو ذنب الطالب عندما يصبح مشتت بين هذه الانقسامات؟ لا حل للتعليم إلا بإيجاد رؤية موحدة. إذن مشاهدينا هذا كان استطلاع من محافظة الجوف حول وضع العملية التعليمية. نذهب الآن لنرحب بضيفنا الدكتور حسن القطوي، مستشار وزارة التربية والتعليم. دكتور، أسعد الله مساءك بكل خير. ومساك سعيد، وأهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. ربما ناقشنا سابقا قضية التعليم، ولكن كنا نتحدث في تلك الفترة عن تعليم مقسم بين يعني مناطق تحت سيطرة الدولة ومناطق تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. اليوم ربما الوضع اختلف تماما وباتت مقسمة إلى ثلاثة أقسام: مناطق تسيطر عليها ميليشيات الانتقالي، ومناطق ميليشيات الحوثي، ومناطق تحت سيطرة الدولة. كيف تنظر إلى وضع العملية التعليمية؟ لا شك أن وضع العملية التعليمية يسوء من فترة إلى أخرى، وكلما زادت الميليشيات واتسعت رقعة سيطرتها فإن العملية التعليمية تأخذ منحا خطيرا جدا، ويتعرض العملية التعليمية لهزات عنيفة. وكذلك يعني بدأ الحوثيون يكشرون عن أنيابهم كمثال واضح وصريح وصارخ
لما يمارسونه الآن على أرض الواقع، فهم الآن يريدون أن يفرضوا بعد أن يعني عملوا على تعديل على إجراء أكثر من 270 تعديل في المناهج التعليمية في الأساسي والثانوي. نعم. إذا بهم اللي الآن يعملون على أن يفرضوا ما يسمى بشعار الولاية ويفرضونها بدل النشيد الوطني. نعم. هذا موضوع خطير جدا، يؤسس لجيل مفخخ وجيل يعني مؤسسات وليس لها الصلاحية في أنها تدير هذه المؤسسات، وهي ما يضاعف أزمة اليمن ويضاعف مخاطر العملية التعليمية ومخاطر الجيل. فالجيل الآن أصبح مقسم بين ثلاث فئات. نعم. طيب دكتور، يعني هل يعني لو وقفنا أمام دائما ما تصرحه الشرعية بأنه يعني هي مدركة حجم الكارثة التي لحقت بالجانب التعليمي وجوانب أخرى، ولكن يبقى الحال بأنه هي عاجزة وعديمة الحيلة أمام هذا الوضع، لأنها تعتبر هذه المناطق خارج عن سيطرتها، وبالتالي لا تستطيع عمل شيء أمام هذه الكوارث. يعني هل يعتبر هذا الطرح كافي ويعفيها عن مسؤوليات أخرى؟ لا، يمكن لا يعفيها. نحن إن كنا نطالبها في الأعوام السابقة، وتحدثت معكم كثيرا حول هذا الموضوع، أننا كنا نريد أن تصبح العملية التعليمية عملية محررة، عملية وطنية، لا يخضعها أي طرف لمصالحه ولا يخضعها لمزاجه ولا لمنهجه، فكل واحد لا ينبغي أن يدخل في العملية التعليمية. وإذا بنا نفاجأ بأن التصرفات الأخيرة من قبل يعني الانقلابيين ومن يدعمهم، دولة الإمارات تدعمهم، إذا بنا نفاجأ بأن حتى المنحة التي كانت مقدمة على ما أعلن في العام الماضي للمعلمين، إذا بها تصل عبارة عن أشياء عينية سلمت للحوثيين، عبارة عن طائرات مسيرة لضرب الشعب اليمني وأسلحة، لم تصل ولم يصل إلى المعلمين منها شيئا. هذا الموضوع خطير، ويجب على اللاعبين أن يتجنبوا هذه المماحكات، وأن يتجنبوا هذه الجرائم المرتكبة في حق اليمن وفي حق الأجيال. نحن الآن أمام مواضع خطيرة جدا، يعني انكشف الغطاء ومسكت بعض هذه الطائرات المسيرة في الجوف وفي غيرها، ليس الموضوع خافيا الآن. يعني ما كنا نتكلم عنه بأن الأمم المتحدة، يعني إذن الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف كانت عبارة عن
يعني عبارة عن وسيط غير نزيه، واستطاعت بذلك أنها تصل بهذه الصفقة المشبوهة. وإذا وفي يعني أحسن الأحوال في بعض المناطق حتى الواقعة تحت السيطرة الشرعية، كما هو الحاصل في المحافظات الجنوبية وتحديدا طبعا في عدن وغيره، يعني حتى لو إذا لم يتغير المنهاج الدراسي، لكن ما فيش تأصيل للقضية الوطنية، ما فيش تأصيل للهوية اليمنية، يعني وبالتالي يعني سيكون الجيل بلا شك إما تائه وإما معادي لهويته ومعادي لوطنيته، كما هو الحاصل طبعا في المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثي. وطبعا سيخلق بلا شك يعني أجيال متحاربة، يعني كل منها لديه يعني أجندته الخاصة. أيضا في المحافظة الجنوبية طبعا بلا شك أنه هناك تأثير يعني ولو بسيط من قبل الانتقالي بالترغيب في بعض الدول التي تدعمهم، وبالتالي ستكون أيضا ثقافة أخرى تتنافى أيضا مع ثقافة الشعب اليمني، بل وتحارب الشعب اليمني في عقر داره. وبالتالي يعني سيكون هناك طبعا بلا شك جيل مشتت الولاء الذي نريده لله ثم الوطن ثم لمجتمعه، يعني غير يعني لم تطبق أو لم يستفد من فلسفة التربية التي يعني يعني عمل على إخراجها خبراء واختصاصيون، وهي منبثقة من فلسفة المجتمع اليمني التي تلتزم الشريعة الإسلامية عقيدة وشريعة، وتلتزم أيضا بالهوية الوطنية، ويعني أيضا تنطلق من منطلقات ثورة 26 سبتمبر ومبادئها وثورة 14 أكتوبر، وكذلك مضامين الوحدة اليمنية والتراث اليمني الأصيل والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة. كل هذه الأشياء التي كنا ندرسها لطلابنا يعني مع الأسف ستندثر يعني بسبب يعني اختلاف الإدارة التربوية وما تبثه في واقع العملية التعليمية من مواد ثقافية مختلفة تبعاً لاختلاف من يوجهون الجيل. سيد عبد الرحمن، يعني هنا في أمام يعني كل هذا الواقع يعني المتفاقم على العملية التعليمية، يعني كيف يمكن أن نحافظ على العملية التربوية
أمام هذا الانقسام السياسي وأيضا العسكري؟ يعني كيف بالإمكان أن نجنب هذه العملية التربوية، يعني تبعات ما سيلحقها بسبب الانقسام الحاصل في البلد؟ أنا أقول لك، لو كان الوضع يعني في وضع دولة كان الأمر مختلف. يعني كنا سنعقد مؤتمرات تربوية ويعني ندوات وإلى آخره، لكن وضعنا الحالي كما هو، فنقول إنه لا نحمل يعني السلطة الشرعية فقط وحدها، وإن كان طبعا في كل الأحوال المجتمع مفروض إنه إيش يعني مسؤول، التعليم مسؤولية الجميع، وعلى النخب المجتمعية سياسية كانت أو منظماتية أو حزبية إلى آخره تتحمل أيضا إيش يعني جزء كبير من المسؤولية، وينبغي أن تستشعر هذا الدور وتعمل بكل ما في وسعها من أجل تحقيق أهداف يعني فلسفة المجتمع. وأعتقد أنه لو استشعروا المسؤولية جميع النخب، لو استشعرت المسؤولية ستعمل بلا شك يعني جهد، وسيصل هذا الأثر بلا شك. لكن أن نلقي بال يعني الكرة كلها على الدولة، فمع الأسف، وخاصة أن قيادة الدولة طبعا خارج اليمن، ويعني ما هم موجودين من المسؤولين يعني من قيادة الدولة من الحكومة في عدن، هم يعني في أغلب الأحوال مطرودين أو محاصرين أو مضايقين إلى آخره. وبالتالي فيعني لا ينبغي أن تتخلى النخب أيضا عن مسؤوليتها. أنا أقول إنه الدولة نحن لا نعي فيها، لكن أيضا ينبغي أن يعني نستشعر المسؤولية جميعا، ونعمل بكل ما في وسعنا، نعمل مؤتمرات مصغرة ولو على مستوى المحافظات، نعمل ندوات، نعمل دورات، نعمل يعني عملية تثقيف جماعية إلى آخره. هذه مسؤوليتنا جميعا، والتعليم مسؤولية الجميع. هذا إذا أردنا أن ننطلق إلى أنه الاستثمار الحقيقي هو في الطلاب، يعني استثمار البشري. وكنتم عارفين أنه كثير من البلدان لم يكن لديها موارد، ولم يكن لديها يعني كثير من الأمور المعروفة في النفط والغاز وغيرها والمعادن، لكنها بسبب الكادر البشري استطاعت أن تصل إلى مصاف الدول المتقدمة. وعلى سبيل المثال سنغافورة وهي بلد لا تمتلك شيء، يعني وصلت إلى مراتب الدول المتقدمة. جميل. ابقى معي سيد عبد الرحمن. مشاهدينا، نذهب الآن أيضا لنشاهد سويا هذا الاستطلاع الآخر من محافظة مأرب حول يعني الانقسام السياسي الحاصل وانعكاسه على العملية التعليمية بشكل عام. بالنسبة للمناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، التعليم تحول المدارس إلى متارس، وبالنسبة للشرعية هي الآن تعتبر جمعة من جميع مأرب. محافظة مأرب بالذات تعتبر عاصمة الجمهورية اليمنية، يعني لما تشمل فجمعت من جميع المحافظات، فتعتبر هي أكبر محافظة بالنسبة استوعبت قوة أبناء الشعب اليمني من الطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبدأ نهني زملائنا المعلمين والمعلمات التربويين والتربويات في كافة محافظة الجمهورية اليمنية. ثانيا بالنسبة لهذا الانقسام أو الانشطار، هذا سيودي إلى تفكك التعليم، سيودي إلى يعني دوافع تعليمية غير مرغوب فيها، وسيكون الجانب السلبي أكثر من الجانب الإيجابي، بحيث أن هناك مثلا المنهج غير موحد بيكون. ثانيا الطريقة التعليمية بتكون منفردة، بيكون يعني التعليم نفسه يدعو إلى التعصب، إلى الحزبية، إلى المنطقية، وهذا نتمنى أن هذا الشيء لا يوجد في اليمن. بدأنا العام الدراسي الجديد يعني نفس الأعوام السابقة. أما بخصوص الانقسامات بين الحوثي والانتقالي والشرعية، هذا سيكون السبب الأكبر المتضرر هو عند الحوثي وعند الانتقالي، لأن مناهجهم سوف تتغير. أما نحن فنسير على المناهج السابقة، وإن شاء الله يكون طلابنا أكبر وعيا وتفوقا على الآخرين. طبعا هذا تؤثر سلبا على الطالب، هذا كل المؤثرات هذه بترجع يعني تؤثر على الطالب الذي هو المركز الذي هو أساس النهضة في كل البلدان. فالمناهج، تغيير المناهج وهذه الحروب تؤثر على الطالب،
نرجو من الأخوة القائمين عبد ربه في حسم هذه الأمور وحصر المواقف هذه وتوحيد المنهج ومساعدة الأمور. إذن مشاهدينا نعود الآن لضيفنا الدكتور عبد الرحمن القطوي. دكتور عبد الرحمن دكتور حسن، يعني لو أتينا أيضا على مسألة سيطرة الميليشيات، هل تواصل الحكومة الشرعية والجهات المعنية فيها مع هذه الجهات والمجتمع الدولي فيما لحق بالتعليم في اليمن، هل الصورة باتت واضحة لديهم من خلال تواصلات الدولة أم أنه لا يوجد تواصل يعني برأيك؟ إذا كان الوضع فعلا زي ما ذكرت أنت أن القضية فعلا يعني كثير من يدعون انهم لدعم الطفوله ولدعم التعليم ولدعم الشباب، في منظمات كثيره بتعمل في هذا الجانب لكنها تعمل في الغالب لحسابها الخاص، يعني وان كانت ما تقدمه يعني تقدم الشيء البسيط. لكن مع ذلك انا مع طرح الاخ انه الاخ عبد الرحمن انه القضيه تحتاج الى انه لابد ان يشارك المجتمع في ظل ضعف الدوله. وفي ظل أن الدولة تشتكي وأن الدولة سلبت منها المؤسسات الرسمية والوزارات ومقراتها أصبحت محتلة في سواء في صنعاء أو في
أرحب بكم جميعا في قناة بلقيس. بصراحة دائما قناة بلقيس تفاجئنا في الاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي بالذات على مستوى المرحلة الأساسية. دعني في البداية قبل الحديث عن الطمس الممنهج للمنهج التعليمي والدراسي الحاصل في أماكن الحوثي، أود الإشارة سريعا إلى صعوبة الدراسة في المناطق التي تتواجد فيها المؤسسات الحكومية الشرعية. يعني إذا كنا نشتكي من الوضع المأساوي للتعليم الأساسي في المراحل في الانقلاب الحوثي، أيضا نحن نعاني في المؤسسات التعليمية في المناطق التي فيها الحكومة الشرعية أصلا. هذا لو افترضنا أن في أصلا يعني تعليم حقيقي وعقيدة وطنية صحيحة. صحيح أننا نشتكي الآن ونعاني من الطمس الممنهج للمنهج الدراسي في الأماكن التي يسيطر عليها الاحتلال الكهنوتي، لكن نحن أيضا على سبيل المثال في حيث الخوخة، هذا على سبيل المستوى الخاص في الحديدة. أما على مستوى اليمن عموما فالأرياف اليمنية كلها عموما تعاني من التعليم. طبعا نحن في الجمهورية اليمنية أكيد في الأماكن المحررة فيها تعليم وطني وعقيدة صحيحة. أيوة. أما مناطق الاشتباك فالطالب فيها محروم ولا يستطيع مواصلة الدراسة في أماكن أخرى. بسبب ماذا؟ بسبب عدم توفر شهاداته السابقة. يعني الطالب الذي وقع ضحية مثلا لمناطق اشتباك على سبيل المثال في الدريهمي أو على سبيل المثال في البيضاء، يعني المناطق التي فيها اشتباك، عندما ينزح الطالب ويريد أن يواصل تعليمه في مدارس أخرى ماذا يحصل؟ مطلوب منه جيب شهاداتك السابقة، لا يستطيع يجيب شهادة سابقة. فأنا من هنا أطالب بالمناسبة وجود معنا مستشار الأستاذ أو الدكتور حسن القطري، أتمنى أن يجعلوا أو يصدروا قرار ومذكرة رسمية بأن يسمح للطالب الذي لا يستطيع توفير شهاداته السابقة أن يدرس في أي مكان بأي طريقة. طيب. طيب جميل، لكن يعني دكتور محمد لو أتينا هنا أيضا بالتركيز على مسؤوليات الأسر وأولياء الأمور أمام هذه الحالة، ما هي المسؤولية التي تقع على عاتقهم؟ طيب فيما يتعلق بفعلا يعني بأولياء الأمور، يعني مثلا أنا أضرب لك يعني مثال حي. في إخوة من اليمن جاءوا السودان، وأول ما مسكت الأطفال قلت له هاي بابا كيف اليمن؟ قال لي كويس حلوة، وهل رحت المدرسة؟ قال لي نعم. قلت له ايش علموا؟ قال الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهكذا يعني شعارات زائفة. هذا الطفل الذي جاء إلى السودان وسألت عن هذه الأسئلة، بينما نحن كتربويين وعندما نحضر دورات تأهيلية في السودان، اليوم في السودان يعني تعليم راقي على مستوى السبورة الذكية. أنا حضرت دورة تعليمية على مستوى السبورة الذكية. العالم كله يتطور، مع أن السودان بدأ الآن يتطور، أوروبا والخليج متطورين من زمان. فنحن إلى الآن لازلنا نعاني من المشاكل الفكرية والوطنية وعلى مستوى العقيدة الصحيحة. على 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 سؤالك هذا، ما هي واجبات أولياء الأمور؟ طبعا ولي الأمر مضطر أن يعلم ولده في أي مدرسة سواء حوثية أو سواء شرعية أو أي مكان. ليش؟ يقول لك أنا أخاف على مستقبل ولدي. لكن يعني واجب وطني وديني على ولي الأمر عندما يروح الطالب، يعني يرجع من المدرسة، خلاص رجع الطالب من المدرسة، يمسك ولي الأمر الولد، ها إيش تعلمت يا ولدي؟ والله تعلمت كيف وكيف. يجلس معه ولو خمس دقائق يمسح له كل ما ورد من معلومات خاطئة ويصحح له المعلومات الصحيحة بالذات على المستوى الوطني. يعني إذا كانت العقائد الخاطئة الموجودة في المدارس الحوثية، يعني أنا أتوقع من السهل إبعادها، لكن المستوى الوطني خطير جدا. يجب على الأمر أن يعلم ولده الثوابت الوطنية الجمهورية سبتمبر أكتوبر وهكذا. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد ناصر مبارك، باحث تربوي كنت معنا من العاصمة السودانية الخرطوم. وأعود لضيفي السيد عبد الرحمن المقطري. سيد عبد الرحمن، يعني تحدثنا عن مسؤوليات الدولة وربما تحدثت أنت والدكتور حسن أيضا، لكن لو أتينا بالحديث على مسؤوليات الأسر وأولياء الأمور،
هل هناك مسؤولية تقع على عاتقهم ومن خلالها ستحدث أثر في هذه الكارثة الحاصلة حاليا، أم أنهم أو أن المسؤولية حاليا ضعيفة التي تقع على عاتقهم؟ المسؤولية طبعا بلا شك يعني قائمة ويعني عليهم، لكن مع الأسف يعني كثير من الأسر اليمنية كما ذكر ضيفك قبل قليل أنها يعني تلقي الطالب إلى المدرسة وكأنها تتخلص منه، يعني بمعنى أنه يعني يفرغ وقت في المدرسة ويعني لا يعود يشغلهم في وقت الدراسة، وأيضا ربما لا تلتفت له بعد ذلك سواء في مراجعة الدروس أو يعني الواجبات إلى آخره. هذه طبعا تقصير طبعا من قبل الأسر اليمنية على خلاف طبعا كثير من الأسر العربية التي تهتم بإيش بأبنائها، وإلا طبعا قليل من الناس. هذه القضية طبعا تحت وأحيانا طبعا تجي للجهل الحاصل، يعني الأب والأم أحيانا أو الكبار في البيت لديهم طبعا تعليم بسيط وبالتالي لا يستطيعون يذاكرون لأولادهم ولا يستطيعون يردون على الشبهات التي تطرحها الميليشيات، أو سواء كانت طبعا الميليشيات في صنعاء أو الميليشيات الانتقالية تدعو إلى القهوية أو في بعض الأحيان سيد عبد الرحمن يكونوا أيضا أولياء الأمور متأثرين أولياء الأمور متأثرين بالفكر الذي تحاول الميليشيا تقديمه إلى الناس أكثر من الطلاب أنفسهم، يعني بالتالي هنا تظل المشكلة أكبر. ربما لكن سيد عبد الرحمن الإعلام نعم سيد عبد الرحمن هنا ننتقل إلى نقطة مهمة فقط لضيق الوقت أعتذر منك، بس هنا نقطة مهمة لازم يعني نتطرق لها، يعني أنه يتحدث الكثير وتحدث أيضا الدكتور حسن في أنه كان يجب على المنظمات المعنية بالتعليم أن تكون هي مشرفة على توحيد المنهج في ظل الوضع الحاصل في البلد والانقسامات يعني المتواجدة في أكثر من منطقة، لكن هنا يقودنا الأمر إلى أنه نضع المسؤولية على الدولة، لماذا لم تعمل هذه الدولة على التواصل مع المنظمات المعنية من أجل الوقوف أمام هذه الكارثة التي تفاقمت خلال 5 أعوام حتى الآن؟ أنا أعتقد أنه الدولة طرحت مثل هذه القضية على المنظمات مثل منظمة اليونيسيف وغير من المنظمات، يعني قضية طباعة الكتاب المدرسي وتمويله من قبل اليونيسيف في بعض الحالات كان رغم أنها كانت كتب طائفية، ولكن لا نعول على هذا الدور فقط خاصة في ظل وضعية الدولة الضعيفة أيضا، لكن لابد أن نظل نطرق هذا الباب. وأيضا هناك المنظمات العربية للثقافة والتربية والعلوم مثل اليونسكو، أيضا الأيسيسكو أيضا وغيرها من المنظمات، لابد من طرق هذا الموضوع باستمرار، وأيضا اتخاذ خطوات عملية، لا يكفي طرق الموضوع وتركه. أيضا نعتقد أنه لابد على المنظمات المعنية بقضية التعليم، منظمات جمعيات ونقابات اتحادات، لابد أن تعمل على مستوى كل محافظة ويكون بينها نوع من التشبيك في هذا الجانب من أجل على الأقل الإبقاء على وحدة العملية التعليمية في يعني بموجب المنهج الذي كان قبل 2014 قبل أن تسولي الميليشيات على الحكم، رغم أنه كان فيه بعض القصور لكن كان يحقق فلسفة المجتمع، وكانت الفلسفة التربوية طبعا تسير وفق فلسفة المجتمع. وبالتالي أنا أقول أنه طالما وضع الدولة ضعيف طبعا هي عليها مسؤولية، لكن لابد حتى أن تقوم بدور توعوي للمواطنين من خلال وسائل الإعلام. حقيقة المفترض كان تستفزها بعض الأمور مثل المعسكر الصيفي اللي أقامها الحوثيون في الصيف الماضي، نعم، حيث بلغ عدد الطلاب الذين انتسبوا لهذه يعني اسمه أو فرض عليهم المعسكرات 257,000. هذا طبعا عمل لهم غسيل دماغ، يعني يفترض أنه إيش هذه كان القضية تستفزنا، نعم، يعني دولة ومجتمع بشكل عام ومنظمات وغيرها، وبالتالي ينبغي أقل شيء أن توصل من خلال الإعلام يعني توعية ثقافية للمواطنين ومسؤولية أيضا من خلال أيضا عفوا الأوقاف، ينبغي أن تقوم بدور
يعني بشعار الآباء بمسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الجيل، نعم، وأن يدفعوا أبنائهم نحو الثقافة العلمية الحقيقية الصحيحة المستقاة طبعا من الكتاب والسنة، وأيضا من طبعا فلسفتنا التربوية كما ذكرنا، نعم، الموجودة طبعا في مناهجنا الأصلية. وضحت الصورة، الكل مسؤول عن هذا الأمر، يعني مجتمع ودولة ومنظمات، نعم، وكما قلت يعني أقل شيء أن نعمل يعني مجتمعين من أجل يعني توحيد العملية التعليمية، أو بلا صح إعادة توحيد ولملمة العملية التعليمية وفق الأهداف التربوية اللي موجودة طبعا منذ إلى ما قبل انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الرحمن المقطري، أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين فرع تعز، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، نصل إلى ختام حلقة الليلة من بين قوسين. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، ومن الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.